مرحبا يا هلوين. ناس كتير بتواجهها مشكله ان تحديث المطر في لعبه ما بلاقيهم العلامه الصفر بتكون موجوده. فانا النهارده عندي ليكم الحل الشني الفظيع 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 عشان تديله العلامه الصفر. بس انا مش هقوله لكم غير لما توصلوا الفيديو ده ل 200 لايك او 100 لايك. فالمهم اما بنخش على اللعبه. طيب هعلي لكم الصوت كده ثواني. اللعبة والله العظيم اقسم بالله يا جماعة اللعبة دي عندي انا في موبايلي والله العظيم والله العظيم ده تحديث المطر. شوفوا اما نخش جوه هثبت لكم انه تحديث المطر. وبصوا مفيش علامة صفراء. ليه مفيش علامة صفراء؟ مفيش علامة صفراء. وفي بصوا ايه بقى تحديثات. في تحديث المطر اهو. واو واو مفيش علامة صفراء. ازاي؟ تخيلوا بقى كل شيء مفتوح. وكمان هنا اهو. وكمان بصوا عارفين اللبس ده كنت بحضر لفيديو كده. عارفين اللبس ده مش بيبقى فيه موجود منه بس على عدد البنات اللي هو 5. موجود منه كتير جدا جدا جدا. وفيه هدوم كتيرة معمول لها نسخ في التحديث اللي انا نزلته ده. ومش هقول لكم رقم الاصدار غير لما توصل الفيديو ده ل 200 لايك او 100 لايك او 150 لان 100 لايك طلبته قبل كده. اللي هيوصل الفيديو ده 150 لايك هقول له ازاي. لانه شوفوا تحديث اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله ده تحديث المطر. استنوا هنا مش موجود ولا هنا. هقول لكم ليه علشان بس ايه انا موجود بس عشان كنت بلعب اللعبه اول ما نزلتها. شوفوا اقسم بالله انا مش قادره اصدق انه كل مره بنزل التحديث ده وبحذفه علشان مشكله العلامه الصفراء. فانا اخيرا اكتشفت لها حل وكده. طبعا هتقولي بقيه الاجزاء ما فيهاش نفس الاصدار في لعبه البيت. فانا هقول لكم حل المشكله دي واقول لكم تنزلوها من منين ومن برنامجين. على فكره ماي بلاي هم البيت بتنزل من برنامج وماي بلاي بقيه الاجزاء بتنزل من برنامج تاني عشان ما يكونش فيه علامه صفراء. فده اللي هتشوفوه في الفيديو اللي جاي وكده. وطبعا انا ما كنتش مصدقه نفسي اقسم بالله اقسم بالله. انا كنت بنط بجد بنط من كتر ما انا فرحانه انه التحديث اتعمل او اتسوى. شوفوا والله والله اهو عشان نتاكدوا اهو. استنوا مش عارف ده. شوفوا اقسم بالله اقسم بالله اهو ما كده الصبح. والله العظيم والله العظيم ده موبايلي اقسم بالله اهو موبايلي كمان. وخرجت من اللعبه. شوفوا اللعبه دي ليها سر خطير. وفي سر تاني ان انتوا تعملوا تحديث الكمامات بس بتتلبس. لان التحديث التاني الكمامات ما كانتش بتتلبس خالص. فممكن تنجح مع اجهزه بعض الناس واجهزه لا. لان ما نجحتش عندي نجحت عندي. وبعدين للاسف ما نجحتش نجحت عند متابعه كده قالت لي الطريقه. وهقول لكم الفيديو ده هقول لكم اسم قناتها لما هي تقول لي الطريقه المضمونه 100%. بس تعالوا نستكشف دلوقتي مع بعض كده الطريقه المضمونه 100%. واسيب لكم رابط وكده. اكتبوا ماي بلاي هوم بلس برابط مباشر. ده كل اللي عليكم تكتبوه عشان تطلع لكم الرابطين. زي ما انتوا شايفين في الرابط ده وفي الرابط ده. فانتوا هتخشوا على الاثنين وتشوفوا. طيب هو ده الاصدار الاخير. ممكن اسيب لكم الرابط. طبعا الطريقة دي مش بتنجح مع كل الناس ومش معايا برضو. هيجي لكم اضغط هنا لتحميلها. هتدوسوا على اضغط هنا تحميلها او من هنا هيبقى نفس اللعبة برضو متقلقوش. المهم هتدوسوا اضغط هنا لتحميلها وهيبدأ يجيلكوا المكان ده ما بلاي هوم عادية جدا. وتبدأوا تدوسوا عليها وكده وتدوسوا تنزيل. وهتبدأ تنزل عندكم بكل سهولة وبساطة. ده بقى اللي هنستناه اللي هي لما تيجي تنزل. هقول التطبيق ليس مثبتا عشان اللعبة دي عندي ولا هتنزل عادي عشان هي ما بلاي هوم بلس.
ده اللي هتعرفوه الفيديو الجاي. سلام.